ما كان قدر للناس على هذا الجنب ولا هذا الجنب، كان باتني الكاميون بارك مق. اليوم جيت عند جمعية المغرب الإنقاذ، الله يجازيهم بخير، هم اللي مساكن وقفوا معايا حتى بشي دوبوس دات الراديو الكبير، وكنطلب من الله هاد الناس هذه لهاد الجمعية هما ومن هاد الناس هاد المحسنين باش يتعاونوا معايا، الله يجازيهم بخير. شكرا جمعية المغرب الإنقاذ، الله يجازيكم بخير لانتم مولى المحسنين، وبفضلكم وفضل الله راجلي غادي يرجع بصحة جيدة إن شاء الله، وغادي يوقف بسلام، وملي دازتنا العملية وخرجنا من تحت من المقص اللهم لك الحمد حمدنا الله وشكرنا. السلام عليكم، أنا الزوجة ديال ثابت حسان، جينا التجأنا لجمعية الإنقاذ وجينا عندهم، كانت عنده عملية صعيبة بزاف وكان كيتوقف لينا ومحن، وملي جينا عندهم استقبلونا الله يجازيهم بخير ووقفوا معانا وقفة معقول، وداروا لنا داكشي اللي كيطلب أي حاجة، ما وقفنا على حتى شي حاجة، الله يجازيهم بخير والله يكثر خيرهم، ودازت العملية بخير وعلى خير، وقفوا معنا المحسنين وهما الله يجازيهم بخير، والسيدة هو قدامكم دابا راه بخير وعلى خير كيتكلم كل شيء، حيت عا قال لنا الطبيب ما خصوش يهضر بزاف، الله يجازيكم بخير وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف، الله يحفظكم الله يعطيكم صحيحتكم، الله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بخير، نتمنى لكم كلكم نعطيو نطلبوا منكم الله يعطيكم صحيحتكم، والله يجعل ربي ما تشوفوش شي حاجة خايبة.